لا والله ما حكم عسكر ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر. الوطن بينادينا، نادانا الوطن من خلال رئيس منتخب. أنا أقسمت بالله إن إحنا ملناش طمع، وهتشوفوا ملناش طمع في أي حاجة غير إن إحنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا. ده لسه الكلام ده في شهر 9. طب قلبت ليه؟ طب إيه اللي حصل؟ لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده.